السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المراغب، دائما مع فضائح الدولة الهاربة الجزائر. علاش كنسميوها الدولة الهاربة؟ لأنها كتهرب من الصفعات المغربية. الدولة الهاربة الجزائرية دارت فضيحة أخرى، والمرة على المستوى الإعلام الرياضي، على مستوى القناة الجزائرية التي نقلت المباراة ديال إقصائيات كأس إفريقيا بين الجزائر وغينيا الاستوائية. أتقولوا لي وشنو علاقة المغرب بهذا الموضوع؟ إقصائيات ديال كأس إفريقيا، يعني كنتكلموا على كأس إفريقيا سنة 2025. الإخوان والأخوات اللي يتابعوا المباريات ديال الإقصائيات ديال كأس إفريقيا ديال اليوم، غدا غيلعب المنتخب المغربي، كنتمناو تكون النتيجة والأداء كيف ما قال الكراكي أمام الكابون. المهم كاع المباريات إلا طلقتوا بين سبورت، طلقتوا أورو سبورت، طلقتوا كانال بلس سبورت، طلقتوا أي قناة في العالم ناقلة هذه المباريات، كتلقاو الفوق هذيك الشاره اللي كيكون فيها الاسم ديال المنتخب اللي لعب مع المنتخب الاخر والنتيجه، وكيكون فيها التوقيت، غتلقاو واحد الشاره مصور فيها الكاس ديال افريقيا ومكتوب فيها اقصائيات كاس افريقيا المغرب، مكتوبه باللغه الانجليزيه، مكتوبه موروكو قدا قداش. هذه في حاله تفرجتوا في هذه القنوات. الا مثلا كنتو من الجراروه وكنتو داخل الجزائر، او كتشدوا القناه الجزائريه وانتم في فرنسا كجزائريين، ما غتشوفوش هذيك موروكو 2025 واقصائيات 2025، لان القناه الجزائريه الرسميه وكل القنوات الجزائريه اللي نقلوا هذا الحدث، هذه المباراه ديال الاقصائيات، داروا الشاره ديال اقصائيات كاس افريقيا لسنه 2013، يعني ب 11 عام اللور، وخذوا الشاره القديمه غير باش ما يبينوش المغرب، غير باش ما يبينوش اسم المغرب. شوفوا الحقد والحسد والضغينه والسم اللي فهاد الناس. دابا حنا راه كنهضروا على المجال الرياضي، ما كنتكلموا لا على الصخره الغربيه اللي كاينه في صباطم، ما كنتكلموا لا على المخزن لا والو. دابا كنتكلموا على مسابقه افريقيه ستقام في دوله المغرب. شنو المشكل انك دير اقصائيات وتسميها كيف ما كطلب منك الكاف؟ خاصكم تعرفوا بان الكاف كتفرض على القنوات الناقله انهم يديروا هاد الامور هذه. يعني دابا الجزائر مره اخرى كتفضح الكاف وكتفضح الفساد ديالها. مره اخرى الجزائر كدير شي حاجه غير قانونيه، بزز منهم على انهم يديروا الشاره الجديده المعتمده من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي مكتوبه فيها موروكو يجدك. ولكن بما ان الجراروه عندهم الفوبيا من المغرب وعندهم عقده من المغرب، وهذا شيء مزيان باش صحاب خاوه خاوي يفهموا بان المشكل راه ماشي سياسي، راه العقده ديال الجزائريين من المغرب راه عقده في كل المجالات. اي حاجه كيديرها المغرب زوينه هما تيديروا لها التحتيم وما تيبغيش يبينوها للشعب ديالو. شوف هاد الناس فين وصلوا بالحقاره ديالهم، ما بغاوش يبينوا الاسم ديال المغرب، مشاو داروا الشاره القديمه ديال سنه 2013. وكنتمنى من الجامعه الملكيه المغربيه ومن فوزي الاقجع انه يتحرك باش يدير الكولسه والجوساسه ويوصل هذا الملف هذا للاتحاد الافريقي. لا يعقل على ان قناه افريقيه ديال دوله ضمن الاتحاد الافريقي لكره القدم ما كديرش وما كتبعش التعليمات ديال الاتحاد الافريقي. هنا غيقول لك لا، القناه ديالهم هذيك وداخليه وسوقهم هذاك. لا خوتي العزاز، يديروا السهره ديال يوم السبت، يديروا مسرحيه دحدوحيه، سوقهم هذاك. اما في هذه المواضيع هادو، الاتحاد الافريقي لكره القدم هو اللي كيعطيهم الامور وباش يطبقوها ويحترموها. النقل التلفزي كيكون الملكيه ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، عطاهم النقل التلفزي، خاصهم يحترموا وضع الشاره ويديروا الاشهار للمغرب. هما ما بغاوش يديروا الاشهار للمغرب، وما بغاوش يفكروا الشعب الجزائري بان المغرب هو اللي غينظم هذه النسخه، باش القناه من نهار راسها تمشي تعتمد الشاره القديمه واللي كيسميوها فهاد العالم ديال التلفزي كيسميوها سكور بورد، باش يعتمدوا سكور بورد ديال 2013 ماشي ديال 2024 اللي عطاتو ليهم الكاف. هاد القضيه دي غير مقبوله، يعني كيديروا التعتيم على النسخه المقبله المنظمه في كاس افريقيا. يعني مره اخرى الجزائر كتسيس الرياضه لانه عندها مشاكل سياسيه مع المغرب، مشات دارت سكور بورد ديال 2013، صدق او لا تصدق، رجعات بالجراره وبالزمن للوراء حتى 2013 واعتمدت سكور بورد اللي قديمه وما بقاش يعتمدوها حتى شي قناه في افريقيا او في العالم. هذا اخلال بالبنود ديال النقل التلفزي ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، وضروري الجامعه الملكيه المغربيه ما تحرك في هذا الملف هذا.
دابا الجزر عروه، دابا نتوما ما بغيتوش تبينوا موراكو، ويلا تأهلتوا وراه غادي تجيو لموراكو، شنو غتقولوا للجزر عروه؟ تقول لهم ما بقيناش لاعبين غنسحبوا. ونزيدكم الفضيحه ما وقفات هنا، الفضيحه والمهزله الجزائريه ما حبسات هنا، لان هادشي اللي كديروا الجزائر كتاكد به لكل واحد كيقول خاوه خاوه وخاطينا بوليتي، كتاكد على انه اي واحد تيقول لكم مشكل سياسي راه غير تيكذب عليكم. اجاب دابا تنظيم رياضي لهذا المشكل السياسي. واش دابا مثلا المغرب الا عكسنا الامور، المغرب مثلا تنظم واحد المباراه المغرب والكونغو مثلا باش يتاهل لكاس افريقيا في الجزائر في 1998، واش غادي يخبي الجزائر؟ لا، حنا ماشي مرضى نفسيين، حنا ما عندناش العقد بحال الجراره، ولكن مزيان هادشي اللي كيوقع باش صحاب خاوه خاوه اللي باقا مقلوب عليهم القفه ومازال ما بغاش يفيقوا رغم كل هاد الفضائح اللي كدير الجزائر واللي كتفضح بها راسها بالدرجه الاولى. دابا اي واحد اجنبي مثلا مصري سوداني لبناني شاف هاد الفضيحه ديال الجراروه مخبين موروكو ومشاو ل 2013 باش يعتمدوا الشعار القديم، شنو غيقولوا؟ غيقولوا هاد الناس هاد هبال حماق، هاد الناس مراد، هاد الناس عندهم عقد نفسيه من المغرب، هاد الناس عندهم متلازمه المغرب او ماروك ديزناف، فيروس قاتل كيقتلهم، اي حاجه سميتها المغرب ما كيرضاوش يبينوها ولا يعتمدوها، وكيديروا التعتيم وتخرجوا على القانون ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم. وغنشوفوا عاوتاني موتسيبي شنو غيدير مع الجزائر، غايقول لك راه درنا تحقيق وغنديروا اللجنه، ولا هادشي ما خصوش يدوز مرور الكرام. ونزيدكم من الفضائح، حتى ملي كيكونوا داخلين اللعابه الملعب كتكون واحد الشعار في الدخله في الباب وكاتبين فيه الشعار ديال الشركه الحاضنه توتال انرجي وكاتبين موروكو 2025، حتى هذاك الشعار ما بينوش في الملعب وحيدو وداروا شعار واحد اخر، وقال داروا الشعار ديال الشان ولا انا ما فهمتش هذه القضيه. واش هذاك المراقب ديال المباراه واش ما كيراقبش هذه الامور؟ واش ما كيراقبش هذه الشعارات اللي خصهم تكون متطابقه لما يطلبه الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ فليسجل تاريخ مره اخرى هذه الفضيحه المدويه للجزائر، الجزائر التي تدعي على انها ليست طرف في النزاع في الصخره الغربيه، ها هي تسيس الرياضه وهي كتحجب الاسم ديال المغرب 2025 حيت ما تيرضاوش، حيت مرض نفسيين، حيت حاقودين، حيت مسمومين، حيت ما تيبغيوش يبينوا الشعب ديالهم بان المغرب دا لهم كاس افريقيا ديال سنه 2025 اللي كانوا باغيين ينضموها. دخلوا معنا في السباق ديال التنظيم ونسحبوا كالجبناء كما العاده وما كملوش السباق لانهم كانوا عارفين راسهم غادي يخسروا. وسيسجل تاريخ على ان المغرب ربح التنظيم ديال كاس افريقيا بدون ملاعب، كاع ريبنا الملاعب الكبار ديالنا وربحنا الجزائر بالملاعب العالميه، وراكم شفتوا الملعب ديال جوج دريال ديال قبيله والعشب وحشومه نسميو العشب. المهم المنتخب الجزائري عنده ملاعب عالميه كيف ما قالوا، ولكن في الاخر تيمشي يلعب في ملعب عاقل على الاستعمار الفرنسي، وهذا الشيء كامل عنده علاقه بعمي كذبون بالانتخابات. وقلتها لكم في شهر 4، قلت لكم منين غتقرب الانتخابات حتى شي ماتش ما غيتلعب في الملاعب الكبيره حيت غيخافوا من الحراك ويخافوا من التظاهرات، فداروا لهم هاد الملاعب هادو اللي كيكونوا مجموعين وبعاد على المدينه وكيكونوا في الولايات الصغيره باش يكون الامور مضبوطه وكلشي حاضي كلشي. الجزائر معقده، عقدوها الرجال ديال المغرب، الجزائر مستشفى المجانين، الجزائر عامره عقد نفسي. او حتى الشعار ديال المغرب 2025 ما قدرتوش ديره، ومحنين بساك ومعذبينهم في حياتهم المغاربه. وشوف دابا حنا منظمين كاس افريقيا وهما تيتوجعوا عليا. وصلنا لنهايه الحلقه، نكتفي بهذا القصف، والله يخلي العقد النفسيه للجزائريين دائما وابدا، واللي ما عنده سيده عنده لله. كان معكم حاتم المرابط، نكتفي بهذا القصف، السلام عليكم.